اختار الفنان المصري خالد سليم بيروت لتصوير احدث فيديو كليب له تحت ادارة المخرج ريشا سركيس. فكيف كانت الاجواء؟ رح نشوف سوا بهالتقرير. عبر موقع الفن بدي رحب فيك خالد ببيروت، هيك ضيف عزيز عنا، واخترت بيروت بالذات لحتى تصور الفيديو كليب الجديد. خبرنا شوي عن لوكيشن، عن اجواء التصوير. مبدئيا سعيد جدا جدا ان انا موجود في بيروت دلوقتي، كانت وحشاني جدا، بقالي يمكن اكتر من 8 شهور ما جتش. فلما اجي ويكون عندي كمان شغل بعمله هنا، والحمد لله يعني ربنا وفقني في كاست كويس جدا ومخرج شاطر قوي ريشا سركيس، وكل الناس اللي اشتغلت بصراحة. وعملنا ميتنج امبارح، كان ميتنج رائع كله يعني بوزيتيف انرجي، وكان مبشر جدا ان يوم التصوير ده هيبقى يوم رائع. انا النهاردة كنت بقول لهم هو يوم واحد تصوير، قالوا لي قلت لهم ليه، كنت خليه يومين ثلاثة يعني على اساس ان الناس هيوحشوني بجد، لان الاجواء كانت حلوة قوي. كليب تبع خالد سليم، صلنا تقريبا من 6 الصبح عم نصور، عنا بحوالي 18 ساعة تصوير متواصلة. بس الحمد لله نشكر الله كلنا على فرد قلب، والكليب جدا 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 مبسوط فيه، فيلينج جديد، حبكة درامية لذيذة، بتبلش ب مثل حيالة قصة حب بتخلص بالزواج، مبلشين بقصة بالزواج تبع خالد وحبيبته بالكليب، بيظهروا من العرس تبعهم وبيروحوا بيرجعوا بيزوروا كل اللحظات الطلوع ونزول اللي قطعوا فيها بكل طريق حبهم ليرجعوا يفوتوا على العرس. ليه اخترتوا بيروت بالذات وهو خالد ليه اختار ريشا بالذات؟ هلأ هو ليه اختار ريشا بالذات بدك تسأله له، طبيعة الحال ما حدا بقول عن زيتاته عكرين، بس انه كيف بتلاقينا خالد قدام الكاميرا؟ حلو حلو الجواب. ليك نقينا، بدي شدد هذا الموضوع، نقينا بيروت من بعد ما كان في كذا بلد نحن طارحين انه يكونوا موجودين كلوكيشن نحن عم نصور فيهم. خالد عنده كونكشن جدا حلوة مع بيروت، عنده محل خاص بقلبه، وانا خصيصا كمان حبيت صور ببيروت لانه بتعرف نحن الوضع الحالي بالبلد. بدي اقول لكل العالم انه لا، لبنان وبيروت بعدهم بألف خير. الفيديو كليب ده بالنسبة لي لخالد أو لي أنا It's our baby. دي أول رجوع لخالد من سنين، هو كان عمل لسه كبير بس it was a lyrics video, it wasn't a video clip. فبالنسبة لي دي it's the first thing we do together, we arrange it together. فده بالنسبة لي يعني البداية اللي بنبتديها بعد غياب كبير جدا لخالد كفيديو كليب، كلوك، كإحساس، بالذات كمان ان هو فيه تمثيل فهيطلع فيه تمثيل مع غنى، ف it's very special to me and to him. اكيد. شو عبالك اليوم تقولي لخالد عبر موقع الفن وبمناسبة هذا الحب اللي قرب، هيك كلمة من القلب؟ بحبك جدا، best of luck، يا رب دايما من نجاح لنجاح مع بعض. اليوم سلم، انت اليوم عم تهتم بلوك خالد، بكل شيء بخص خالد، ومش بس بخالد، بكتير من النجوم اللبنانيين والعرب عم نشوفهم. خبرنا شوي اول شيء عن هذا الكليب. هذا الكليب بيتميز اول شيء بتقريبا 4 looks، كل لوك بلوكيشن معينة وهي بمرحلة معينة من الحياة اللي عايشة مع الموديل أو حتكون مرته لخالد بالكليب. اخترنا الملابس تكون تتناسب أكيد مع اللوكيشن، وسبشالي أنه خالد اشتغل كتير على جسمه، صار ريل توب موديل، يعني المقاسات تبعه بتضاهي الانترناشنال توب موديلز. هذا الشيء ساعدنا أكتر تنكون اللوكس مشغولين بطريقة كتير إذا بدك سلسة وبتناسب شخصية خالد وجمال جسمه، لأنه صار عنده really a very proportional body. مثل ما عرفنا خالد ضعف واشتغل على كتير سبورتس، وهذا الشيء ساعده to reach التارجت اللي هو بده إياه.